يهاجمن الحرس الثوري لتعيينه محافظا جديدا في بلوشستان ويهتفن لا نريد داعشيا. وترحيل مراهقين إيرانيين إلى أفغانستان، وفي 19 نبحث وضع البلوش بين البلدين. الميليشيات الإيرانية في سوريا تجند أبناء العشائر بين دير الزور والرقة لمهاجمة التحالف وقصد. الكشف عن عملية سطو قيادات حوثية على المليارات من حوالات اليمنيين في شركات الصرافة. وضمن خاص الحدث لقاء مع مهرب بشر توفيت والدته على متن أحد قوارب الموت. خليجي 25 ينطلق في البصرة والعراق يعود للحضن العربي. مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج 19 تمتد على مدى ساعتين، نناقش فيها أهم أحداث اليوم، والبداية من إيران وتحديدا بلوشستان، حيث خرج اليوم آلاف المحتجين البلوش إلى الشوارع في زهدان على الرغم من الأوضاع الأمنية المشددة بعد انتهاء صلاة الجمعة. يأتي هذا فيما دان الزعيم الروحي للبلوش وإمام جامع مدينة زهدان مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي خلال خطبة الجمعة دان انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين والأحكام المشددة التي تصدرها المحاكم بحق المتظاهرين، متهما الأجهزة الأمنية الإيرانية بتعذيب المعتقلين للحصول على الاعتراف، مشددا خلال خطبته أن لا مكان للاعترافات القسرية في الدستور أو الشريعة في إيران. سلطنت نظابری دموکراسی برابری في السياق، انتشرت فيديوهات إحداها لسيدة بلوشية تكتب على لوحة بين مدينتي خاش وسروان في بلوشستان يا خامنئي الدم بالدم، وفيما نددت نساء بلوشيات بمحافظ جديد عينه الحرس الثوري هتفنا لا نريد محافظا داعشيا، إضافة أو في إشارة إلى تعيين المحافظ الجديد لبلوشستان من أعضاء الحرس الثوري. نتابع هذه الفيديوهات. أمين خان أصدر داعش.
هذا وأصدرت السلطات الإيرانية حكما بالإعدام على شاب بلوشي من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى منصور دهمردة، وهو أحد معتقلي احتجاجات زهدان عاصمة محافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران. وكان الشاب اعتقل في زهدان في 30 أكتوبر، ووجهت إليه تهمة ما تصفه السلطات بالإفساد بالأرض. وبحسب موقع بلوشي، فقد قال المحكوم عليه خلال جلسة المحاكمة للقاضي بأنه ألقى 3 حجارات فقط وأشعل النار في إطار سيارة، فأجابه القاضي بأن أي شخص يعارض نظام علي خامنئي سيحكم عليه بالإعدام. يأتي ذلك فيما هتف المتظاهرون ضد الحرس الثوري والبسيج في فيديوهات أخرى نتابعها أيضا. وفي حدث أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت منظمات حقوقية إيرانية اعتقال قوات الأمن الإيرانية الطاهي الشهير نواب إبراهيمي، الذي يتابعه أكثر من 2,700,000 على إنستغرام، دون أن يتضح سبب الاعتقال. إلا أن صفحات إيرانية قالت إن اعتقاله جرى عقب نشره مقطع فيديو لكيفية تحضير الكوتلات، الطبق الإيراني التقليدي الشبيه بالكباب. وقد دأب معارضون إيرانيون على مشاركة صور لطبق الكوتلات في ذكرى قتل سليماني من كل عام، في إشارة إلى الطريقة التي اغتيل بها. إذن هذا ما حدث مع الشيف الإيراني نواب إبراهيمي، الذي أصبح في سجن إيفين، وأغلق مطعمه وتعطلت صفحته على إنستغرام التي تضم كما ذكرنا نحو 3 ملايين متابع. أولى الاتهامات التي وجهت إليه من وسائل الإعلام الموالية للنظام الافتراء على قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وزعم الإعلام الإيراني أن هذا الشاف ارتكب أعمالا مهينة في ذكرى مقتل قاسم سليماني، فيما رد الآلاف باستهجان على النظام الإيراني، ومنهم علي كريمي الشخصية الرياضية الشهيرة بما يلي: على الأقل أعلنوا القائمة الجديدة للأطعمة التي لا تشكل خطورة على نظامكم حتى لا يتجاوز أحد الخط الأحمر. دیما آتیش زدن بنر کتلت، جمع کنید این بنر رو از سطح شهر، انقدر مردم رو عصبی نکنید، لعنت بهتون.
ومن لندن ينضم إلينا عبد الله عارف مدير حملة النشطاء البلوش الحقوقية. أهلا بك أستاذ عبد الله. قبل أن نتحدث عن النشطاء وكيفية احتجازهم وأحكام الإعدام التي تتكرر، أود أن أبدأ معك بتعيين محافظ جديد في محافظة بلوشستان، والذي عبر الأهالي عن رفضهم لهذا التعيين عبر الكتابة على الجدران بأننا لا نريد داعشيا. بداية، لماذا تم تعيين محافظ جديد؟ تحية لكم والمشاهدين الكرام. حقيقة تعيين الجنرال كرمي، وهو قائد في فيلق القدس معسكر سلمان في بلوشستان، وهو الشخص الأول الذي يعني المتهم الرئيسي نقول في بلوشستان في قتل مئات البلوش، خصوصا في 30 ديسمبر في أول يوم جمعة التي سميت بالجمعة الدامية. فكان له يعني كان له اليد، هو كان المدبر الرئيسي أو الآمر الرئيسي في قتل المصلين والمتظاهرين. جنرال كريمي بشكل عام منذ سنوات في بلوشستان ويرتكب الجرائم بحق المدنيين. قبل سنتين قتل أكثر من 30 شخص من بائع الوقود على حدود إيران وباكستان، وأيضا كان لديه مخططات بما يعرف بالباسيج العشائري لضرب القبائل البلوشية بين بعض وتوزيع السلاح على أناس غير يعني على مجرمين في بلوشستان، وكان ترتكب هناك جرائم. تعيين كرمي كرئيس كحاكم جديد هي رسالة من النظام أنهم سيواجهون الاحتجاج في بلوشستان مواجهة عسكرية، وأنهم سيقمعونه بشكل وحشي، حيث نرى منذ أيام بدأت اعتقالات كبيرة جدا في بلوشستان. مئات الشباب البلوش تم اعتقالهم في الشوارع وفي الأزقة وعلى الطرقات يعني خلال هذه الأربعة أيام قبل اليوم يعني. وهذه العملية كانت يعني حتى يقول النشطاء المدنيين هذه العملية كلها تم توجيهها من قبل الحاكم الجديد كرمي، وهذا يعني أنهم طيب هل يخشى بهذه الحال بأنه المحكوم عليهم بالإعدام يصار إلى تنفيذ الحكم فعليا ولو لم تتوفر الأدلة؟ يعني نحن ذكرنا في الخبر بأن التهم الموجهة للشاب هي قضية رشق ثلاث حجارة وإشعال إطار سيارة، هل يعقل بحال مماثلة مثلا أن فعلا ينفذوا حكم الإعدام؟ نعم، مع الأسف، بل أسوأ من ذلك، هناك كثير من الشباب المحتجين تم اعتقالهم وتعذيبهم وأخذ اعترافات قسرية منهم أنهم يعني ارتكبوا عمليات أو ارتكبوا بعض الأمور التي ضد النظام، وأصدر بحقهم يعني ما يقال كتهمة المحارب، محارب لله أو محارب للرسول كمحارب، وهذه التهمة حكمه الإعدام. فهناك الآن نرى في بلوشستان يتم خلال التلفزيونات المحلية يتم عمل مقابلة مع هؤلاء الشباب. طبعا كلها العمليات تحت تعذيب شديد، يتم إجبارهم على إظهار يعني على قول أو يعني اعتراف بما عملوا، ويتم تسجيله بشكل متلفز. فهناك يعني خطر كبير جدا واحتمالية إعدام أعداد كبيرة في بلوشستان. على كل حال الإعدامات مستمرة بأي طريقة في بلوشستان، يعني حتى لو الشخص لم يرتكب أي شيء يتم أخذ اعتراف قسري منهم ويتم إجراء أحكام الإعدام. وقد سبق أن تم إعدام عدد من الشباب خلال الشهر الماضي، 2 أو 3 من الشباب تم إعدامهم على بهذه التهم الواهية. طيب كل هذه يعني الأحكام إضافة إلى التجاوزات والتهديدات وتعيين هذا المحافظ ذات التاريخ يعني العنيف والمتطرف معهم، هل يمكن أن تؤدي إلى عودة الأهالي إلى منازلهم، إلى عدم إكمال المظاهرات، أو على الأقل تخفف من حدتها وتقصر من عمرها؟
بالعكس نحن نرى أن الاحتجاجات تزداد يوما عن يوم، وكل أسبوع يزداد عدد المحتجين، وحتى الآن منذ 3 أسابيع ونحن نرى نساء البلوش بدأوا يظهرون في الاحتجاجات وبدأوا يخرجون في الاحتجاجات، وكل أسبوع يزداد عدد النساء أيضا، فهذا يدل أن العدد سيزيد أكثر وأكثر ولا ينقص مهما حدث. يعني حتى شباب البلوش يقولون يعني مهما حدث من اعتقال ومن إعدام ومن يعني حتى أي تهديد من طرف الحكومة، هم مستمرين بهذه الاحتجاجات وهدفهم واضح جدا. وحتى إذا نرى يعني خطب الشيخ عبد الحميد، يعني خطب واضحة صحيح هي مبطنة لكن واضحة ضد النظام. أن أستاذ عبد الله، ما مطالبهم؟ من المعلوم بأن البلوش عادة يعني كانوا يطالبون بالاستقلال الذاتي، بالانفصال، بحكم ذاتي. اليوم هل هذه المظاهرات أيضا تحمل نفس هذه المطالب؟ أم تكتفي فقط بالدعوة لإسقاط النظام بغض النظر عما سيحدث من بعده؟ في حقيقة الحال قضية المطالب بالاستقلال قضية حساسة في بلوشستان إيران أو بلوشستان الغربية، ما يعرف بلوشستان الغربية، لكن حتى هذه اللحظة هم يريدون الحرية وإسقاط هذا النظام، مع أن يكون لهم حق الاستفتاء بعد ذلك لتقرير مصيرهم، حق كيفية حكم بلوشستان وآلية، هل ستكون الحكومة فيدرالية أو يكون بطريقة أن البلوش يكون السيطرة على بلوشستان. هذه الأمور مطروحة من قبل الأحزاب البلوشية، لكن الناس في بلوشستان حالياً يعني هتافاتهم ومطالباتهم الحالية هي الحرية والديمقراطية وإسقاط هذا النظام. شكرا جزيلا لك عبد الله عارف، مدير حملة النشطاء البلوش الحقوقية، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا لك. أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن كل من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وميليشيا لواء فاطميون الأفغاني دربت مؤخرا عشرات الأشخاص من أبناء الميادين ودير الزور بعد التحقيق معهم أمنيا من قبل حزب الله اللبناني، وأخضعتهم لدورات عقائدية وجسدية كمرحلة أولى، ومن ثم دورات عسكرية على استخدام السلاح الثقيل والخفيف وقيادة الطائرات المسيرة لخدمة المصالح الإيرانية كمرحلة ثانية، ومن ثم ابتعثت الميليشيات نخبة المجموعات المدربة إلى إيران لتدريبهم بشكل أفضل، ويقدر عدد المجموعة التي ذهبت إلى إيران بحوالي 70 شخصا. الصراع بين الميليشيات الإيرانية وقوات قسد المدعومة أمريكيا للسيطرة على غرب سوريا مستمر بلا توقف، فالميليشيات التابعة لإيران تواصل العمل على وضع استراتيجيات وخطط لضرب مصالح التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في مناطق نفوذها على الأراضي السورية، حيث تجند هذه الميليشيات أبناء المنطقة في دير الزور بشكل رئيسي وتدربهم لتنفيذ عمليات ضد الجنود الأمريكيين وقسد، وذلك لسهولة تنقلهم بين مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية وقسد عبر نهر الفرات. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الميليشيات الإيرانية تعتمد في عملية التجنيد على الشيخ نواف البشير شيخ عشيرة البقارة بعمليات تجنيد الشبان والرجال من أبناء عشائر المنطقة. يتم تجنيد هؤلاء في صفوف الميليشيات من خلال إغرائهم برواتب شهرية تصل إلى 300,000 ليرة سورية، أي ما يعادل $120 أمريكي تقريبا، إضافة إلى مساعدات غذائية شهريا. ووفق بعض الإحصائيات فقد تمكنت الميليشيات من تجنيد أكثر من 280 عنصرا من أبناء المنطقة في ميليشياتها منذ نوفمبر الماضي، حيث يخضع المنتسبون الجدد لدراسة أمنية قبل قبولهم من قبل ضباط في ميليشيا حزب الله اللبناني، كما يتم إخضاعهم لدورة فكرية وثقافية لعدة أسابيع لا تزيد عن 3 أشهر في المكتب الثقافي في مدينة معدان في شرق الرقة.
وبعدها يخضعون لدورات عسكرية بإشراف ضباط من ميليشيا حزب الله اللبناني. المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره أشار إلى أن الصواريخ التي استهدفت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز مؤخرا أطلقتها الميليشيات الإيرانية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غازي عنتاب فايز الأسمر، الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بك أستاذ فايز. قبل أن نبدأ بتفاصيل هذا التقرير، ما دقة المعلومات التي وردت فيه؟ هل فعلا يعمدون إلى تجنيد شبان من الرقة ودير الزور لإرسالهم لاحقا لإيران؟ مساء الخير أستاذة كريستيان. بالتأكيد هذه المعلومات دقيقة وليست جديدة، هي من خلال سنوات مضت تقيم إيران وميليشيات إيران والحرس الثوري معسكرات، إن كان في مدينة القورية أو مدينة حطلة أو في شرق المحافظة منطقة مطار الحمدان، أيضا في معدان كما ذكر تقريركم هناك معسكر، وأيضا في الميادين بالقرب من قلعة الرحبة في الريف الشرقي لدير الزور. كل هذه الأماكن تعقد فيها دورات تدريبية للأطفال من سن 9 سنوات وحتى سن 16. بالتأكيد تغتنم إيران فرصة فقر المنطقة والعوز الذي تعيشه المنطقة، وبالإغراءات المادية حقيقة تطور. طيب، ولكن سوء الوضع الاقتصادي على ما أعتقد يعني يعم كافة الأنحاء السورية، لا يقتصر فقط على دير الزور والرقة، لماذا يجري التجنيد في هاتين المنطقتين أو المحافظتين؟ بالتأكيد لهذه المنطقة أهمية خاصة، يعني حقيقة هي متواصلة الحدود، تعرفي أن الحدود العراقية هي متواصلة مع محافظة دير الزور وريف البوكمال الشرقي، إذن حدود طويلة تربط محافظة دير الزور مع العراق، وهي منطقة استراتيجية بالنسبة لميليشيات إيران. هي تريد تأمين المنطقة من خلال بشتى الطرق والوسائل إيجاد أذرع عسكرية ومناطقية وعشائرية تساعدها في فرض هيمنتها على المنطقة وتحقيق أهدافها واستراتيجياتها، وتعتمد في ذلك غالبا على فئة الشباب والأطفال. هي تريد حقيقة كما داعش، لاحظي أن كل التنظيمات العقائدية والولائية تجند الأطفال، ويعني تحاول وكما داعش بأشبال الخلافة أن تنشئ جيل. هل يتم التجنيد داخل طائفة معينة دون سواها أم لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع؟ لا، بالتأكيد هناك لا يوجد طائفة في دير الزور. دير الزور تقريبا 99% من الطائفة السنية، هي تعتمد على أبناء العشائر من الطائفة السنية في تجنيد هؤلاء، وجعلهم مثل ما قلنا أذرع عسكرية ومناطقية وعشائرية تساعد إيران في فرض هيمنتها على المنطقة وتنفيذ استراتيجياتها في المنطقة. طيب، في هذا الإطار عندما يتحدث التقرير عن قبل تدريبهم عسكريا يتم تلقينهم دورات فكرية وثقافية وعقائدية، ما فحوى هذه التدريبات؟ يعني عندما نتحدث عن شبان من الطائفة السنية، هل يتم يعني ربما حثهم على تغيير مذهبهم؟ ما طبيعة التلقين العقائدي الذي يتلقونه؟ بالتأكيد عندما نقول أنها تعتمد على الأطفال ولا تعتمد على كبار السن، كبار السن لا يمكن تغييرهم، هي تعتمد على الأطفال المدارس من سن 9 سنوات وحتى سن 16 سنة. هؤلاء يعني ألين عريكة في تغيير طائفتهم أو تغيير أو زرع أفكار حقيقة طائفية أو أفكار إرهابية ضمن تكوينهم العسكري. هم يخضعونهم لدورات دينية ودورات عقائدية، ومن ثم يجرون عليهم اختبارات بدنية، مقابلات أمنية، يعني يستثنون الذي لا يقبل، وأما المقبولين فيقيمون لهم معسكرات قد تطول إلى مدة 3 أشهر، وكما قال تقريركم يدربون
يتعاونون فيها على الأسلحة المتوسطة والأسلحة الخفيفة، على قاذفات الار بي جي، على كيفية تسيير الطيران المحرب، الطيران الاستطلاعي والطيران الدرون. بالتأكيد أيضا هم يدربونهم على عمليات الاغتيالات، عمليات التفقيخ، عمليات التلغيم، على تكتيكات الإغارة والكمائن، على الأعمال الهجومية وأعمال المداهمة. إذن طيب أستاذ فايز، ذكرتم بأن المقابلات الأمنية التي يخضعون لها لكي يتم انتقاء العناصر التي سيتم إخضاعها للتدريب يقوم بها حزب الله. لماذا الحزب يقوم بهذه المقابلات الأمنية، وعلى أي أساس يقبل ويتم رفضهم؟ يعني ما هي المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار؟ المعايير بالتأكيد بعد قبوله أمنيا، وقلنا الفترة المقبلة بدنيا أو عسكريا، بالتأكيد هناك شروط ومعايير تضعها حزب الله اللبناني أو ميليشيات إيران، ليس له أقارب مثلا في داعش، بعيد عن حاضنة داعش. هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار، هم من الموالون للنظام، موالون لميليشيات إيران الأقرب إليهم. بالتأكيد هذه الأمور هناك شروط موضوعة يجب أن تتحقق في المتقدمين لهذا الأمر، ومن ثم يتم غربلتهم وتقييمهم أمنيا بلوائح، ومن ثم يلتحقون إلى تلك المعسكرات. طيب انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك فايز الأسمر، الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا لك. 19 مستمرة وفيها أيضا العلا السعودية ضمن عجائب الدنيا السبع لعام 2023. جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة، ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك اتفاق مسبق، وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية، بأنه لن يتم استدعاء جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول والزعماء الأفريقيين. نتحدث عن أزمة قابلة للاحتواء، أم ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب؟ نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا، ما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال، فرون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أحييكم من جديد في مقال نشر في صحيفة نداء الوطن تحت عنوان تناقضات في خطاب نصر الله لا تنتهي. كذب الكاتب في مقاله حديث نصر الله الأخير عن نشأة داعش، متهما نصر الله بتحريف التاريخ، ومشيرا إلى أن العراقيين والسوريين يعلمون دور إيران في سجن أبو غريب وتهريب الدواعش منه في عهد المالكي، إضافة إلى تهريب المتطرفين من سجن صيدنايا على يد الأسد حليف حزب الله ومن ورائه إيران.
هذه التناقضات المستعادة والمكررة في خطاب نصر الله لم تقتصر على سرد روايات الانتصار التي لا تنتهي أو على اختراع أحداث لتبرير كل ما يقوم به الحزب كاختراع وجود نية لإسرائيل لشن حرب في خريف 2006. أما تناقضات نصر الله في الملف اللبناني أكثر إضحاقا، خاصة عندما يقول إنه يعمل لصالح سيادة لبنان بعيدا عن أي تحالفات أخرى، وينسى أنه اعترف يوما أنه يمول ميليشياته بالسلاح والعتاد والمال من الخزينة الإيرانية، كما أنه عبر أكثر من مرة عن رغبته برئيس لا يطعنه من الخلف، وهذا يعني وفقا للكاتب أن نصر الله يضع سلاح حزبه فوق لبنان ومصالحه. من بيروت ينضم إلينا الكاتب السياسي في نداء الوطن أسعد بشارة. أهلا بك أستاذ أسعد، حضرتك كتبت هذا المقال الذي فصلت فيه تناقضات نصر الله، الأكيد بأنه يعلم كل ذلك، وبالتالي عندما يناقض نفسه أو يقول أشياء يعني معارية عن الصحة، هل تعتقد بأنه يعول على سوء ذاكرة اللبنانيين أو كل من يسمع خطابه؟ يعول على نقطتين، الأولى أن الجمهور الذي يتكلم معه وجمهوره سيصدق كل ما يقول بغض النظر عن المغالطات والتناقضات الكبرى التي تحملها هذه الخطابات المتتالية التي يقصد بها التأريخ لأحداث حديثة العهد. لم ينسى أحد ما حصل في العراق. والنقطة الثانية يقصد محاولة توجيه رسائل معينة إلى الجمهور الخصم بأن فائض القوة ما زال مستمرا. ما يتجاهله نصر الله أن ليس الجميع يوافق معه على المقدمات النظرية التي يضعها، ومنها ينطلق إلى استخلاص نتائج. من قال لنصر الله أن في العام 2003 كان هناك تنافرا أمريكيا إيرانيا؟ لا، بل على العكس، كان هناك تنسيق أمريكي إيراني دخلت بموجبه القوات الأمريكية إلى العراق وركبت منظومة سياسية بالشراكة مع الإيرانيين طوال 10 سنوات حتى حكومة المالكي وما بعد حكومة المالكي. وبالتالي من يتكلم عن المقاومة العراقية ويمجدها إنما كان ينام في حضن الأمريكيين في العراق. أيضا إيران، في الكلام عن إيران يعني مناسبة ذكرى اغتيال قاسم سليماني، بالنسبة لأفغانستان في شرق إيران كان هناك تنسيق أمريكي إيراني بموضوع اجتياح أفغانستان، والأمريكيين سكتوا عن لجوء قادة طالبان وبعض قادة القاعدة إلى طهران ولم يفتحوا الموضوع نهائيا، وكأن هناك هذا التناغم ما كان مستمرا لسنوات وسنوات. بالتالي تصوير الأمر وكأن هناك إيران ترعى مقاومة عراقية ضد الأمريكيين هو تزوير حقيقي للتاريخ. التزوير الثاني موضوع داعش. الجميع يعرف بحكومة نوري المالكي كيف تنزه من دخلوا سجن أبو غريب من تنظيم داعش، وهم بضع يعني ربما يكونوا ليسوا أكثر من عشرات، دخلوا بهدوء فتحوا السجن، خرج حوالي 1000 مقاتل منهم قادة في داعش، شكلوا فيما بعد ما يسمى بداعش العراق. كذلك فعل النظام السوري حينما فتح سجونه لهؤلاء المتطرفين الإرهابيين ليشكلوا نواة التنظيم الإرهابي. وما هو الهدف؟ الهدف تحويل الحراك الانتفاضة الشعبية في سوريا إلى صورة إرهاب، وهذا ما تحقق فعلا. والهدف في العراق هو دعشنة السنة يعني تقوية الحالة المذهبية الشيعية السنية في العراق والاستثمار كل نتائجها. متى السؤال، الخلاصة الأخيرة من هذا الكلام، طيب كيف اغتالت أمريكا قاسم سليماني؟
لم تغتر قاسم سليماني لأن كل العلاقة الإيرانية الأمريكية كانت علاقة سيئة منذ العام 2003 وما قبل عام 2003. اغتالت أمريكا قاسم سليماني عندما حصل الهجوم الذي تخطى الخطوط الحمراء الأمريكية على المنطقة الخضراء وعلى السفارة الأمريكية. وهذا ما حصل. وبالتالي نعود إلى كلمة نصر الله لنقول نعود إليها بهذا الإطار أستاذ أسعد. يعني قلت بأنه الجمهور الحزب يصدق، وبطبيعة الحال يعني الغير جمهوره مدرك لهذه الحقائق، وبالتالي ما الأهداف من يعني القيام أو بث رسائل فيها هذه الكمية الكبيرة من المغالطات التاريخية؟ لمن يتوجه بها؟ يعني حالة تعبئة للقول أنه يقاوم الأمريكيين في المنطقة، وهذا أمر فيه مغالطة كبرى. هناك مهادنة إيرانية مع الوجود الأمريكي في المنطقة، وشغب عند الضرورة ترد عليه أمريكا بالطريقة المناسبة سواء في شمال شرق سوريا أو في العراق. وبالتالي هذه الرسائل الهدف منها التعبئة الداخلية، خصوصا عندما يوجه سهامه إلى الخليج متهما الخليج بأنه هو من يقف وراء داعش. وهذه كذبة تاريخية كبرى، لأن دول الخليج العربي هي مبنية قائمة على الاستقرار وعلى رفض العنف وتطرف الإرهاب، وبالتالي ظاهرة كظاهرة داعش هي الخصم والعدو الأول لدول الخليج. ونصر الله يعرف ذلك، ويعرف أن إيران استثمرت في داعش، وأن حليفه النظام السوري استثمر في داعش، وأنه حمى انتقال عناصر داعش من جرود جبال لبنان الشرقية إلى العراق، وطالب بمنع قصفها من قبل الأمريكيين. وبالتالي ليس هناك مثل أوضح على هذا المثل عن من استثمر في داعش ومن ساهم بصناعة داعش لكي يثمر من ورائها نتائج على المدى الطويل. أستاذ أسعد، هل استشفيتم من خطاب نصر الله بأن هناك تغيير بالنهج؟ يعني لم يكن أو لم تكن خطاباته، هل تسمعوني الآن؟ لو سمحت راح صوت، تفضل رجعي عيد السؤال بس لو سمحت. كنت أسألك هل استشفيتم من خطاب نصر الله بأنه هناك تغير بالخطابات من حيث المضمون وطريقة مقاربة الأحداث بسبب ما يحكى بأنه لم يعد وضعه مرتاحا كما كان في السابق، أم دائما هذا كان دأبه في خطاباته؟ لا، إعادة تعديل تكتيكي في الشكل والأسلوب، وليس هناك أي تغيير في المضمون وفي المشروع. يعني في على الصعيد المنطقة ولبنان، إيران تستمر، وأنا أتكلم عن حزب الله كجزء من استراتيجية إيران وليس حالة منفصلة. وأيضا هنا أيضا المزاح الذي لا يحتمل التصديق هو القول بأن قول نصر الله بأن حزب الله ليس تابعا لإيران، في حين يقول أن أموالي وصواريخي وعتادي كله من الجمهورية الإسلامية في إيران، ويقول في فقرة أخرى أنه لو شعر أن المرشد يتمنى أي أمر عن بعد دون أن يقول هذا الأمر فأنه سينفذه حالا. ونعرف أن المرشد هو قائد، رئيس دولة في إيران ورئيس قائد سياسي في إيران، وليس مجرد زعيم روحي. وبالتالي مشروع حزب الله لا يزال هو نفسه، هو جزء لا يتجزأ من المشروع الإيراني. صحيح أن المشروع الإيراني مربك داخل طهران في إيران جراء الانتفاضة الشعبية، وأنه غير مرتاح في الدول التي يبسط سيطرته عليها ومن ضمنها لبنان، ولكن المشروع الإيراني لا يمكنه أن يتراجع إلى الوراء، لأنه يعتبر أن مد النفوذ إلى الخارج، تصدير الثورة، هو الكفيل بحماية النظام في الداخل. لن يتراجع عن هذا الأمر، وباعتقادي أن كل أشكال المرونة الشكلية أو التعديل التكتي في الأسلوب والخطاب وفي الإعلام وفي السياسة هو من باب التكتيك لا أكثر ولا أقل. شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي في نداء الوطن أسعد بشارة، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك.
اعتاد على تهريب البشر في قوارب الموت، إلا أن الصدفة كشفت أن والدة المهرب أبو رامي الحرزاوي في طرابلس اللبنانية كانت من بين الضحايا على القارب الأخير. الحدث لاحقت القصة وكشفت أن الجيش اللبناني سلم ناجين للفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام في سوريا، إلا أن هؤلاء تمكنوا من العودة إلى لبنان بعد أن دفعوا أموالا لمهربين جدد. في الليلة الأخيرة من العام 2022 أعلن الجيش اللبناني عن وفاة امرأة وطفلة خلال عملية إنقاذ 232 راكبا كانوا على متن قارب جديد من قوارب الموت. لكن الصدفة هذه المرة شاءت أن ينقلب السحر على المهرب لتكون واحدة من الضحايا والدته التي حاول تهريبها إلى إيطاليا. هو سوري الجنسية، يدعى أبو رامي الحرزاوي، متوار عن الأنظار منذ أكثر من عام. حاولنا الوصول إلى أفراد عائلته الذين نجوا من الرحلة. توجهنا إلى مكان سكنهم في جبل البداوي في طرابلس. كثيرون هنا نفوا معرفتهم بالمهرب ورفضوا الظهور أمام الكاميرا. فالمعروف أن قضايا التهريب تقف خلفها مافيات وأجهزة يفضل المواطن العادي الابتعاد عن مخاطرها. وبعد البحث والتقصي وصلنا إلى ابن عم المهرب الذي أكد أن أبناء الضحية الذين كانوا معها على متن القارب لم يتمكنوا من المشاركة في مراسم الدفن، رافضا بدوره التصوير. طيب هي مظبوط امه للي كان صاحب مظبوط. حضرتك تقرب ابن عمي بعرفه، ابن عمك بتعرف وينه؟ ايه بعرف وينه، لو لا ما في خلطه بينه وبينه يعني خالص. ما في يعني انه والله خوف ولا كذا، احنا من البدايه ما في خلطه. ايوه بس انا توفت امه ما في عليه السلم، وقت استلمناها الله يرحمه. وبينما يبقى المهربون بعيدون عن زنازين الاجهزه الامنيه، يشتكي لاجئون سوريون من عمليات تسليم ناشطين معارضين إلى النظام السوري، وهو سبب دفع وليد للمشاركة في رحلة الموت الأخيرة، ليتفاجأ بعد نجاته أن الجيش اللبناني اقتاد الناجين السوريين إلى الحدود مع وادي خالد ليسلمهم إلى الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام. نهار الأحد الساعة 10 حطونا بآليات الجيش اللبناني وأخذونا باتجاه وادي خالد، وصلونا لنقطة النهر خط البترول، نزلونا، كان في عناصر الفرقة الرابعة اجوا استلمونا واخذونا على منطقة ارض. عرفنا انه هون هدول مهربين بدهم يرجعون على الجانب اللبناني مقابل مبالغ مالية، صاروا يطلبوا اسعار، هذا اللي بده 500، هذا اللي بده 600. انتوا لو رفضتوا تتعامل مع المهربين شو كان صار؟ اكيد حيسلمونا للجانب السوري، اكيد حيتصلوا مثلا بعناصر نظامية يسلمونا للجهات الامنية السورية. وجد البعض في التهريب مفرا من الأزمة الاقتصادية، فبعملية حسابية بسيطة يكون أبو رامي قد تقاضى أكثر من 1,200,000 دولار عن رحلة الموت الأخيرة. غنو يتيم، الحدث، طرابلس. افتتح العراق بطولة كأس الخليج 25 في مدينة البصرة، ويلتقي في المباراة الافتتاحية المنتخب المضيف العراق مع نظيره العماني، فيما يلاقي المنتخب السعودي نظيره اليمني في ثاني مباريات اليوم الأول. تأتي استضافة العراق للبطولة بعد 44 عاما من الانقطاع عن احتضان المناسبات الرياضية.
انها لحظات تاريخيه، لوحه لها دلالاتها للاخوه والتآخي بين الاشقاء العرب الخليجيين. تمنياتنا لكل الفرق بالتوفيق وللجماهير بالمتعه والروح الرياضيه. من البصره ينضم الينا مراسل الحدث منتظر الرشيد. اهلا بك منتظر. الى 19 اذا تابعنا وقائع الافتتاح هذا الدوري، ولكن تخلله في النهايه اشكال. هل هدأت الامور من بعده وهل علمت اسبابه؟ يعني الاسباب كانت عباره عن تدافع بين حمايه اثنين من الشخصيات العراقيه، سرعان ما انتهى وتم تلافي هذا الموقف بسرعة وسارت الأمور بشكل طبيعي وانتهت مباراة العراق وعمان بالتعادل. تلتها طبعا مباراة المملكة العربية السعودية المنتخب السعودي مع المنتخب اليمني، انتهى الشوط الأول لهذه المباراة بتقدم المنتخب السعودي بهدفين من دون رد للمنتخب اليمني على أن يستأنف طبعا بعد ربع ساعة من الآن الشوط الثاني لهذه المباراة. الأمور سارت بشكل طبيعي، مجرد تدافع حدث بين حماية اثنين من الشخصيات سرعان ما انتهى ولم يؤدي لا إلى انسحاب وفود مشاركة كالوفد الكويتي كما نعم أشيع. نعم هذا الأمر أشيع. كان مجرد تدافع بين هذه الحماية وانتهى. طيب هل يعني عاد الوضع إلى طبيعته؟ هل يعني تسبب ذلك بأن يكون هناك انتشار أمني لإعادة الأمور إلى طبيعتها أم لا؟ لا، هي يعني بعض المرافقين أو أفراد الحماية لكبار مسؤولين عراقيين كانوا يتواجدون، حدثت مشادة بين اثنين من أفراد الحماية أدت إلى هذه المشادة إلى تدافع سرعان ما تم تلافي الموقف طبعا وعادت الأمور إلى طبيعتها. هذه هي الرواية التي أكدها لنا أكثر من مسؤول سواء في الاتحاد العراقي وحتى من بعض الوفود الخليجية التي كانت حاضرة هناك، تأكدنا من ذلك وانتهى الأمر بسرعة وعادت الأمور إلى طبيعتها. بحديثك منتظر عن الوفود الخليجية، هل علم يعني أعداد القادمين إلى البصرة للمشاركة بهذه الفعالية أو بهذا الدوري؟ طبعا نتحدث عن المرافقين، نتحدث عن الناس بشكل عام، وكيف تستفيد البصرة من ذلك سياحيا؟ يعني بالنسبة للحضور من قبل الجماهير المساندة للمنتخبات الخليجية، الأعداد طبعا بالآلاف، لا توجد طبعا إلى الآن أرقام عن عدد من دخلوا طبعا إلى البصرة قادمين من هذه الدول، لكن برا بحرا وجوا وفد هؤلاء طبعا إلى العراق لمتابعة هذه البطولة، إضافة إلى أعداد أكبر بكثير قد تصل إلى مليون عراقيين من داخل العراق جاءوا إلى مدينة البصرة، التي البصرة الآن في هذه الأثناء وفي هذه الساعة من الليل الشوارع ملأى طبعا بالمشجعين بأهالي البصرة الذين يستقبلونهم، الأجواء كلها أجواء احتفالات طبعا. لا أدري إن كنتم تسمعون أصوات الدفوف طبعا، الرقص المستمر الذي لا يتوقف هنا طبعا على كورنيش البصرة. الشباب هنا طبعا من حولي يتواجدون من أبناء البصرة، يتابعون طبعا الصحفيين، يتابعون كل ما تنقله طبعا المحطات الفضائية، أيضا باتوا يعرفون حتى أسماء الصحفيين الذين يغطون هذا الحدث خصوصا للمحطات العربية والأجنبية المتواجدة هنا في مدينة البصرة. اقتصاديا البصرة بطبيعة الحال ستستفيد كثيرا أيضا من هذا الحدث الرياضي والاقتصادي. نعم. نعم. في نفس الوقت إضافة إلى الجانب السياحي الذي ربما ينشط حتى فيما بعد البطولة. شكرا جزيلا لك مراسل الحدث منتظر الرشيد، كنت معنا مباشرة من البصرة، شكرا لك. ليل البصرة على كورنيشها حولته جماهير خليج 25 إلى كرنفال بألوان ثقافات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد المدينة توافد آلاف المشجعين العراقيين والخليجيين. نتابع. 25 أجواء احتفالات عارمة تجتاح كورنيش البصرة، احتفالات
يشاركهم فيها مشجعون عراقيون، يضاف إليهم مشجعون من دول مجلس التعاون الخليجي. أنا عبد الله محمد الدوسري، جئت من الدمام يوم الأربعاء، والحمد لله الأجواء والله ما تنوصف. أنا الآن في شط العرب، والصراحة الناس كلها قايمة وناس بقد ما أقدر أوصفها. مثل ما تشوفون الأجواء طيبة وجميلة، والعالم فرحانة ومحتفلة، وأهلا وسهلا بجميع أشقائنا العرب، وهاي البصرة بصرتكم إن شاء الله خليجي بصراوي، وأهلا وسهلا بك. رقصات وأهازيج شعبية عراقية وخليجية تملأ هذا المكان وتبهج مرتاديه الذين قدموا من كافة مشارب دول الخليج العربي. اليوم على الكورنيش، على الكورنيش بالآلاف، وهذا فخر لنا بأن احنا نجحنا بنقل الصورة البصرة الى الخليج. أجواء خيالية، وهاي فرصة يعني نعتبرها احنا حصلت يعني بصورة ما متوقعينها. من الصعوبة بمكان الحصول على موطئ قدم هنا في كورنيش البصرة الذي بات يكتظ يومياً بالمشجعين من داخل وخارج المدينة. من مدينة البصرة، منتظر رشيد، الحدث. اختارت مجلة كونديناس ترافلر المتخصصة في مجال السفر والسياحة مدينة العلا شمال غربي السعودية ضمن عجائب الدنيا السبع لعام 2023. وأشارت المجلة إلى أن العلا أصبحت ذات شهرة عالمية نظرا لما لها من تاريخ وإرث وأثار لم يكشف عن معظمها حتى اليوم. وتضم العلا معالم تاريخية إنسانية يظهر من بينها موقع الحجر الذي بنته إبداعات الحضارة النبطية، وسجل الموقع بوصفه أول موقع تراث عالمي ضمن لائحة منظمة اليونسكو في السعودية. إلى اللقاء في الساعة الثانية. حشود عسكرية كبيرة انتشرت على طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس. القوات في كل مكان والميليشيات تتحكم في كل شيء في العاصمة. هل سندخل في صدام مسلح بين حكومة الدبيبة وبشاغة؟ هناك انسداد في المسار السياسي، وهناك انسداد الآن في المسار العسكري. أكثر من مرة تتفجر الاشتباكات في العاصمة طرابلس، هذه المرة علامة. الاشتباكات التي اندلعت هي ذات طابع سياسي بحت. لا أتكلم عن الاشتباكات السياسية بقدر ما أتكلم عن أحداث حافلة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس. لو زادت المواجهات العسكرية هناك لن تتم الضبط ولن يتم وقف إطلاق النار، وستكون المأساة كبيرة. أيا كان السبب وأيا كان البادئ، راح ضحية هذه العملية غير المحسوبة عدد كبير من الأبرياء والمدنيين. الحالة الميليشاوية التي تمر بها البلاد الآن، ألا تضع ليبيا في موقف خطير وتصعيدي ربما يصل إلى مربع لن يستطيع أحد منه النجاة؟ العالم يتغير من حولنا بإيقاع، بتناغم، كل شيء متقلب، كل إبطاء
يعقبه تسارع. ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ثانية. دعني أبدأ بهذا العاجل الآن. فما تعرفه بالأمس يصبح ماضياً اليوم. Next year could bring a food supply crisis. Simply put, the world may run out of food. فلكي تبقى على اطلاع. طلب إيران بعدم التدخل أو طلبين من برلين ورسالة الحدث. هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه. لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية. أعلن الإطار التنسيقي تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الوزارات. التقاطعات والخلافات داخل المكونات السياسية بدت واضحة من خلال توزيع الوزارات. أتصور من أن هناك أطراف قد تضطر يعني إلى إعلان خروجها من الإطار التنسيقي. ما هو السيناريو المقترح للخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة؟ ما وصل إليه السوداني إلى الآن هو وجود خلافات عميقة داخل البيت السني حول وزارة الدفاع تحديداً. ماذا عن الأكراد؟ حصة الأكراد في هذه الحكومة المرتقبة؟ الصراع الحقيقي هو الصراع داخل البيت الشيعي تحديداً الإطار التنسيقي. هناك خلاف داخل البيت السني يتمثل بتحالف السيادة وتحالف عزم. معظم الأحزاب الآن المتصارعة لديها ميليشيات ممكن أن تمارس دورها الضاغط. هل يتجاوز محمد شياع السوداني عقبة تشكيل الحكومة بعد هذه الخلافات حول الحصص؟ سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. التقينا بعض الفتيات من اللواتي يعني من اللواتي. ماذا يحدث؟ لا 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 يقومون بضرب المصور. نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان. أتمنى أن تكوني تسمعين كريستيان الآن. تهاني دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحملون السلاح. من منعكم من التصوير؟ ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. قد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة تموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات الرصاص من مهجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت. من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري؟ ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. وقعت القذيفة الآن والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب. حيث أن العربية والحلال أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. نمیخوای اوسان داره.
إيرانيات يهاجمن الحرس الثوري لتعيينه محافظا جديدا في بلوشستان ويهدفن لا نريد داعشيا. وترحيل مراهقين إيرانيين إلى أفغانستان، وفي 19 نبحث وضع البلوش بين البلدين. الكشف عن عملية سطو قيادات حوثية على المليارات من حوالات اليمنيين في شركات الصرافة. ضمن خاص الحدث لقاء مع مهرب بشر توفيت والدته على متن أحد قوارب الموت. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من 19 والتي نبدأها من الاحتجاجات الشعبية في إيران والمطالب والشعارات التي رفعتها والتي كشفت بالتأكيد عن تصدع البيت الداخلي للنظام الإيراني وقواه الداخلية الموالية له. لكنها أثبتت أيضا أن المعارضة لم تكن في مستوى هذا التحدي رغم أنها أسهمت في وجوده وإنشائه، وخصوصا تلك المعارضة التي تنشط في الخارج، فقد كشفت عن حجم التشتت الذي تعيشه وأن العامل الوحيد الذي يجمع بين مجموعاتها هو الاتفاق على رفض النظام وسلطته وسياساته. ولكن في المقابل تفجرت خلافات بين أقطاب المعارضة، وحاول كل من هذه الأقطاب الحصول على دعم دولي يكرسه بديلا محتملا للنظام في حال سقوطه. في نظر المراقبين تتمثل أزمات معارضة الخارج في عجزها عن إنتاج قيادة فردية أو جماعية قادرة على أن تكون نقطة التقاء وإجماع بين القوى الناشطة في دول الانتشار الإيراني، إضافة إلى عجزها عن استقطاب الحراك الداخلي وتأطيره وتوجيهه حتى لا يكون فريسة سهلة لأجهزة النظام، وعجزها أيضا عن صياغة مشروع سياسي بديل لنظام خامنئي وإيجاد رؤية مشتركة واضحة حول مستقبل إيران. لذا يرى هؤلاء أن هذا الواقع يمكن تلخيصه في أن هناك معارضات وليس معارضة واحدة تختلف كل واحدة منها في أهدافها ومطالبها، ما يعطي الفرصة للنظام لمتابعة قمع الاحتجاجات والمحتجين. وفي تطورات اليوم ميدانيا وإلى جانب التظاهرات المتفرقة في المدن الإيرانية، الأنظار كانت على بلوشستان تحديدا، حيث خرج اليوم آلاف المحتجين البلوش إلى الشوارع في زهدان على الرغم من الأوضاع الأمنية المشددة بعد انتهاء صلاة الجمعة، وهتف المحتجون ضد الحرس الثوري والبسيجة.
وفي السياق نفسه نددت نساء بلوشيات بمحافظ جديد عينه الحرس الثوري وهتفنا لا نريد محافظا داعشيا، في إشارة إلى تعيين المحافظ الجديد لبلوشستان من أعضاء الحرس الثوري. اعتقلت قوات الأمن الإيرانية حتى الآن ما لا يقل عن 113 شخصا بينهم عشرات الأطفال والمراهقين والشباب في زهدان عشية الجمعة في بلوشستان. وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن الإيرانية رحلت بعض المعتقلين الذين لم يحملوا شهادات ميلاد من زهدان إلى أفغانستان. يشار إلى أن آلاف الأشخاص في مدن وقرى مختلفة بإقليم بلوشستان لا يحملون شهادات ميلاد إيرانية رغم أنهم من أهالي بلوشستان إيران. وكانت وكالة أنباء البسيج الطلابية قالت إن تعداد الأشخاص الذين ليس لديهم شهادات ميلاد في زهدان وبقية مدن بلوشستان يتجاوز 100,000. وأكد ناشطون بلوش أن من بين المعتقلين في زهدان طفل يبلغ من العمر 14 عاما يدعى عمر كبداني، وهو شقيق نعمة الله كبداني أحد ضحايا جمعة زهدان الدامية، وحاله كحال عشرات الأطفال والمراهقين الآخرين في دون السن 18 الذين لا يملكون شهادات ميلاد. وقد حذر الناشطون من تعرض هؤلاء الأطفال والمراهقين المحتجزين لضغوط لأخذ اعترافات قسرية وأصدار أحكام قاسية ضدهم. نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری البلوش هي إحدى القوميات التي تسكن بين باكستان وإيران وأفغانستان في إقليم بلوشستان، وسميت المنطقة بهذا الاسم بعد نزوح القبائل البلوشية إليها قبل آلاف السنين. يعتبر إقليم بلوشستان من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية كالغاز والذهب والنفط، وهو يطل على الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب. لكن سكانه البلوش هم الأفقر والأكثر اضطهادا في كل من إيران وباكستان. في إيران يتعرض المعارضون البلوش ورجال الدين والشباب إلى السجن والإعدامات التي يتم تنفيذ غالبيتها بشكل جماعي في الشوارع والقرى أمام الأهالي لبث الخوف. يسكن إقليم بلوشستان نحو 11.5 مليون نسمة من قومية البلوش الذين يتحدثون اللغة البلوشية المتفرعة من اللغات الفارسية. حوالي 5 ملايين منهم يسكنون في إيران، وأكثر من 1 مليون نسمة يسكنون في أفغانستان. غالبية البلوش من المسلمين، والغالبية العظمى منهم ينتمون إلى المذهب السني الحنفي، ولكن هناك أيضا نسبة ضئيلة منهم من الشيعة في بلوشستان. يقطن البلوش بشكل أساسي في التضاريس الجبلية والواحات الصحراوية والأودية الجافة، ما سمح لهم بالحفاظ على هويتهم الثقافية المميزة ومقاومتهم لهيمنة الحكام المجاورين. تتراوح مطالب عدة تنظيمات بلوشية بين إقامة نظام فيدرالي والاستقلال التام.
من دبي ينضم إلينا المتخصص في الشأن الإيراني في قناة الحدث مسعود الفك، ومن كابول ينضم إلينا الدكتور عبد الجبار بهير رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك أستاذ مسعود فيما يتعلق بترحيل المعتقلين أو بعض المعتقلين البلوش في إيران ممن لا يملكون إثباتات أو شهادات ميلاد، ترحيلهم إلى أفغانستان، ما صحة ذلك وهل هناك تفاصيل إضافية من حيث الأرقام أو المعايير التي على أساسها يتم انتقاء هؤلاء، ولماذا يرحلون إلى أفغانستان؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. هناك إذا تسمحي لي تعديل في التقرير الجيد الذي قدمته، وهو اللغة البلوشية لم تتفرع من الفارسية بل تشترك مع الفارسية والكردية والبشتونية والجيلية واللورية والكردية في مجموعة لغات يطلق عليها اللغات الإيرانية، وهذا لا علاقة له بإيران، ولكن التسمية هي هكذا، هي لغة قديمة جدا، قد تكون أقدم حتى من اللغة الفارسية. ولكن عودة للسؤال المهم الذي تفضلت به، أعتقد بأن مسألة البلوش البدون في واقع الأمر في إيران هي مسألة عويصة جدا ولها تأثير اجتماعي سلبي داخل المجتمع البلوشي. هناك عشرات الآلاف من الأطفال الذين هم محرومون من كافة حقوقهم الاجتماعية والثقافية والتعليمية، لا يستطيعون التعليم، لا يستطيعون الاستفادة من الخدمات الصحية، وبهذه الطريقة ينمون في حاشية المدن وفي حاشية المجتمع في واقع الأمر، وهذا يخلق أزمة اجتماعية صعبة للغاية. أما مسألة الترحيل موجودة، هناك جهود من بين النشطاء المدنيين للضغط على الحكومة لتتخذ قرار بهذا الخصوص وإصدار جناسي لهؤلاء، لأن مسألة البلوش في النهاية في هذه المنطقة بإمكانهم الإثبات بأنهم أبناء هذه المنطقة، إنهم ينتمون. طب لماذا؟ طب سأعود معك إلى تفاصيل أكثر، ولكن دعني أشرك بالحوار دكتور عبد الجابر أو دكتور عبد الجبار عذرا. هؤلاء الذين يتم ترحيلهم إلى أفغانستان، كيف يعني؟ هل يتم ذلك بالتنسيق مع الحكومات أو السلطات الأفغانية أو مع طالبان؟ أقلية بلوش المتواجدة سواء في أفغانستان أو في باكستان وإيران، كان هناك تواجد ملموس في أوساط المواطن الأفغاني، لهم حقوقهم هنا في أفغانستان، والحكومات كانت تعترف على تقديم جميع الخدمات سواء في الناحية التعليمية أو الاجتماعية وما إلى ذلك. أهم من ذلك أن الحكومة المنصرفة كانت في الآونة الأخيرة أن تقدم يعني المناهج الدراسية بلغة البلوشية حفاظا على حق هذه الأقلية. وكذلك كان أفغانستان منذ عهد الملك يعني منذ عقود تحتفل بيوم استقلال بلوش كيوم وطني للبلوش، وهو يوم واضح لأنهم كانوا يطالبون باستقلالية يعني إقليم أو وطن البلوش الواقع بين أفغانستان وإيران وباكستان. لكن طبعا كان هناك ضغوط، في نتيجة هذه الضغوط الإيرانية والباكستانية كان بعض منهم عادوا من باكستان إلى أفغانستان، وكان الحكومة السابقة قد مكنت لهم يعني ملاذا في أفغانستان. لكن في الآونة الأخيرة كان هناك اتهامات لاستهداف البلوش في أفغانستان من قبل بعض العناصر المجهولة، وكانت الحكومة يعني كانت الاتهامات تتهم أو 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 كانت متجهة إلى الحكومة الأفغانية أنها لا تهتم كسابقها على حياة هؤلاء
هؤلاء قيادات البلوش في أفغانستان. طبعا الولايات الحدودية الواقعة بين إيران وبين أفغانستان فيهم ساكنو بلوش، وسابقا كانوا يعني. ولكن عبد الجبار، لو نعود إلى الأحداث التي تجري اليوم، يعني أعطيتنا هيك لمحة تاريخية، ولكن اليوم البلوش الذين يتم ترحيلهم، يقال بأنه يتم ترحيلهم من المعتقلين في السجون الإيرانية الذين ليس لديهم شهادات ميلاد إلى أفغانستان، هل هذا دقيق وكيف يتم ذلك؟ هل يتم التنسيق مع طالبان أم لا؟ يعني يتسللون عبر الحدود بطرق غير قانونية، وماذا يحل بهم هناك؟ يعني كما أشرت، هناك ولاية نمرود بالذات وولاية فراه المجاورة في غرب أفغانستان مع إيران، هناك أسر تسكن في إيران ومنها تسكن في أفغانستان، لهم تردد متواصل ولهم تواجد في إيران، لكن الحكومة الإيرانية ليس هناك أي تقارير موثوقة أن الحكومة الأفغانية أو حكومة طالبان لها تنسيق مع إيران حول ترحيل هؤلاء، لكن طبعا الأفغان بشكل عام الذين يواجهون هذه الأيام كارثة، وكان سابقا كذلك تردد لهم على إيران، كان هناك يعني من مواليد بطبيعة الحال، يعني مواليد بلوش وهم كغيرها من الأقليات الحدودية مع باكستان ومع إيران، ساكنون في كلتا الدولتين الإيرانية وأفغانية وباكستانية وأفغانية، لكن ترحيل الأفغان من إيران يعتبر يعني كأزمة، وتعامل الإيراني السيء مع الأفغان ليس فقط مع البلوش، هو قد انتقد عدة مرات حتى من الحكومة الأفغانية وطالبت أن لا يكون هناك تعامل السيء مع هؤلاء، ولا يستغل يعني تواجدهم. نعم. أو لا يستغل. طيب، سأعود للتعقيب أكثر على بعض النقاط التي ذكرتها دكتور عبد الجبار، اسمح لي أن أعود مجددا إلى زميلنا الأستاذ مسعود. يعني كان لافتا ما جاء في الخبر بأن بعض هؤلاء لا يملكون شهادات ميلاد، لماذا؟ يعني الحكومة لا تعطيهم هذه الشهادات، كيف يحدث هذا الأمر؟ نحن نتحدث عن مناطق لها طابع قبلي، والطابع القبلي في إحدى أكبر المحافظات الإيرانية، محافظة بلوشستان، قد تكون، لست متأكدا، قد تكون هي الأكبر في الوقت الحاضر في إيران من ناحية المساحة، وهذا الانتشار الواسع كان خاصة للمناطق القبلية النائية، كان من الصعوبة بمكان أو عدم الاهتمام بأصدار الجناسي في الماضي، وبقوا الذين كانوا أتباع لآبائهم الذين لم يأخذوا جناسي، بقوا هم أيضا بدون جناسي في هذه الحالة، وأوجدت حالة تشبه حالة البدون في داخل هذه المناطق، ولكن هم من السكان الأصليين، وحتى لو كانوا من منطقة حدودية، ولكن هذه المناطق الحدودية في النهاية هي جزء من إيران، لهم الحق الكامل، حق المواطنة، حق الحصول على هذه الجنسية، هذه الأمور، ولكن السلطات لم تتخذ إجراءات عملية لمنحهم هذه الجنسية. هناك الآن لو سافر أحدا إلى دولة أوروبية وطلب اللجوء وسكن هناك، بإمكانه أن يحصل على الجنسية بعد 4 سنوات، بعد 5 سنوات، أو بعد 8 سنوات، ولكن هؤلاء ولدوا في هذه الأرض وآبائهم ولدوا في هذه الأرض، إلا أنهم لا يزالون لا يحصلون على الجنسية، ومحرومون من كثير من الحقوق الاجتماعية كما قلتها في السابق. لذا المسألة هي مسؤولية الدولة في الوقت الحاضر، حتى لو كان في السابق آبائهم لم يأخذوا جناسي، لماذا الدولة لم تتخذ خطوات عملية لحل هذه المعضلة الاجتماعية التي تؤثر على أجيال من الناس في هذه المنطقة، وتجعلهم دائما بعيدين عن حقوقهم ومحرومون من كثير من الإمكانيات الاجتماعية والعمل والتوظيف وإلى ما ذلك؟
دكتور عبد الجبار، لماذا برأيكم يعني يتم اختيار أفغانستان لترحيل هؤلاء إليها؟ يعني لعل إيران تريد بكل ذلك، وسابقا قد مرارا وتكرارا حدث أن كل ما تواجه ضغطا من المواطن الإيراني ومناشدة إيرانية بطلب حقوقهم سواء الاجتماعية أو السياسية أو حتى الدينية، يعني كان هناك ضغوط أو كان هناك مطالبة للمواطن الإيراني، فالحكومة الإيرانية تقوم بإجراء وكأن هذه هي يعني نوعا يعني يجعلها وكأنها نوعا أو بنوع أو بآخر هي تدخل الجواري أو تدخل على الأقل دول المجاورة، مرة بادعاء أن من جاءوا من أفغانستان وهم أو من يعني يسكنون في حدود إيرانية أفغانية هم من أفغانستان وجاءوا بدون وثائق شرعية إلى إيران وهم يرتكبون جرائم في إيران وما إلى ذلك، أو تارة بأن هناك يعني مشاريع تهدد كيان إيران. هذا يعني أن هناك إرادة أن تلفت النظر من وضع الجاري في إيران، أو على الأقل من ما يطالبه المواطن الإيراني من حكومته. فالحكومة الأفغانية يعني لحد الآن ليس هناك أي تقارير رسمية للحكومة الأفغانية بنسبة بلوش، لكن هناك تقارير رسمية ومناشدة رسمية أن إيران تقوم بقمع الذين لجأوا إلى إيران إما للعمل أو إما لكسب أو حتى للتجارة وللتعليم، يعني حتى هناك أحيانا الطلاب يواجهون مشاكل في تواجدهم في إيران. فكل هذا يعني أن لعل إيران تمر بوضع صعب، خاصة وأن المظاهرات التي تطالب بإيران بإعطاء حقهم لهم بدأ يعني وكأنه يريد أن يلفت النظر إلى وضع غير ذلك، وهو نعم. أن هناك خطر من أفغانستان، وبالإضافة إلى ذلك يعني هناك خطر من يعني حتى لا يتبع أن يكون يتهم بأنهم إرهابيون أو أن يقوموا بأعمال إرهابية، لكن كل هذا ذلك مجرد ادعاءات إيرانية لا 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 لا, لا أساس لصحتها، وإنما المواطن الذي أو الشخص الذي يسكن أو يقيم في الحدود وله تواجد، وهذا طبيعة كل دول أو معظم الدول، وأفغانستان يعني أحد هذه الدول بين إيران وأفغانستان وبين نعم. باكستان وإيران وأفغانستان كذلك، يعني هناك وضحت فكرتك هنا ولهم تواجد هناك. لماذا باعتقادكم السلطات الإيرانية تتعاطى بهذه الطريقة مع البلوش تحديدا، يعني إضافة إلى قضية ترحيلهم إلى أفغانستان هناك أحكام بالإعدام بسبب يعني أمور تافهة حتى باعتراف المتهم، اليوم رأينا بأن هناك تغيير للمحافظ والنساء نددنا بتغيير المحافظ وقلنا بأنه داعشي، لماذا هذا النهج المتشدد من السلطات الإيرانية مع البلوش تحديدا؟ هل لأنهم تاريخيا يطلبون الاستقلال أو الحكم الذاتي أم لأسباب أخرى؟ لو كان السؤال موجه لي. نعم لا لك استاذ مسعود. نعم 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 نحن نعرف إيران فيها معضلة، وهي معضلة كبيرة، المعضلة القومية. منذ تأسيس الدولة الوطنية، دولة الأمة، في 1926 مع مجيء رضا شاه بهلوي إلى الحكم، هذه الدولة في واقع الأمر قضت على كثير من الحكومات المحلية، والبلوش كان لهم حكم محلي، كما العرب في عربستان كانت لهم حكم محلي، والأكراد والأتراك الأجريين، وكانت تركيبة إيران كان يطلق عليها باللغة الفارسية ممالك محروسية إيران، ممالك، يعني هي كانت عبارة عن ممالك، عبارة عن دول في واقع الأمر كانت تحت الحكم الواحد، وإيران يطلق كان عليه بلد كشفر كسير الملة، يعني بلد فيه تعدد الشعوب.
هذه التعددية تم التضحية بها من أجل شعب واحد، لغة واحدة، مذهب واحد، حكم شديد المركزية قضى على وجود الشعوب الأخرى. ومن هذه الشعوب هو الشعب البلوشي الذي مثلا في أفغانستان يسمح لتعليم اللغة البلوشية، حتى في باكستان يسمح لتعليم اللغة البلوشية، ولكن في إيران لا يسمح بذلك، كما لا يسمح للأتراك في إيران بتعليم اللغة التركية، ولا للأكراد ولا للعرب ولا للقوميات الأخرى في إيران. المعضلة القومية هي أحد الأسباب التي في واقع الأمر تنعكس سلبا دائما على الشعب البلوشي والشعوب الأخرى في داخل إيران. هذه التعددية لها حل، ليس فقط البلوش كما تفضلتم في تقريركم، ليس فقط البلوش، بل هناك العرب، الأتراك، الكرد، المازيين، الجيلانيين، واللور، والتركمان، جميعهم هناك لديهم تيارات تطالب بفدرلة إيران، أن تكون بلد فيدرالي لكل شعب له دولة محلية ويجتمع الجميع في دولة مركزية واحدة. هذه إحدى الحلول، ولكن في الوقت الحاضر البلوش هناك عليهم يمارس ظلم مضاعف، الظلم القومي لأنهم بلوش، والظلم المذهبي لأنهم سنة. هذه الأمور في واقع الأمر بهذه الطريقة تنعكس سلبا دائما على الشعب البلوشي الذي هو يعيش على إحدى أغنى الأراضي في إيران، ولكن أفقر شعب على أغنى أرض في واقع الأمر. شكرا جزيلا لك الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني في قناة الحدث مسعود الفاك، كنت معنا من دبي. كما أشكر أيضا الدكتور عبد الجبار بهير رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات، كان معنا من كابول. شكرا جزيلا لكما. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا حرب شوارع هوليوودية في شوارع المكسيك، والسبب نجل تاجري مخدرات. الحصيلة حتى الآن سقوط خيرسون أمام ماريوبيل، الميناء المحاصر. بعض الناس لم يجد أي طريقة للخروج من هذه المناطق المدمرة. ما يحدث حتى على الحدود البولندية؟ 2,057,114 دخل الأراضي البولندية. حتى الآن تم السيطرة على 50% من مدينة ماريوبيل. قبل أقل من ساعة من الآن حذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير، وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة؟ هل لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية؟ طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب. هذا هو الحصار، روسيا تحاصر المدن الكبرى الآن. أيضا وأنا أتحدث إليك أسمع انفجار آخر في هذه اللحظة. روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية اسكندر. موضوع يقلق واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطاعت أن تشكل تحالفات. إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين. نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت. حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أحييكم من جديد. معلومات جديدة عن عبث الحوثيين وسطوتهم على أموال اليمنيين يكشفها هذه المرة مهندس يمني يعمل في مجال الأمن السيبراني، والذي رفع الغطاء عن انتهاكات وحشية تمارسها الميليشيا ضد كل من يرفض العمل معها. المهندس أحمد العليمي كان يعمل في صنعاء كرئيس لنقابة ملاك شبكات الإنترنت حتى نهاية عام 2021، وفر منها
تحت ملاحقة حوثية طالته وأسرته بعد رفضه العمل مع جهاز أمن المخابرات الحوثي. وقال المهندس أحمد العليمي إنه تعرض للملاحقة والتنكيل بأقاربه وأصدقائه بعد رفضه القيام بتحليل ودراسة أحد الأنظمة الخارجية لجهاز أمن ومخابرات الحوثي وتقديم الثغرات الأمنية. ولم تكتفي الميليشيا بذلك، بل اقتحمت بيته وصادرت ممتلكاته وحساباته البنكية، وقامت بملاحقة أهله وجيرانه واعتقال عدد من أقاربه للضغط عليه بعد أن تمكن من مغادرة صنعاء. وبعد إفلاته من بطش الحوثي، كشف العليمي قيام الميليشيا بعملية نهب منظمة لمليارات الريالات من التحويلات المالية للمواطنين، ونشر وثائق بحسابات بنكية تتبع قادة حوثيين، تقوم شركات الصرافة بتحويل تلقائي لحوالات اليمنيين الموجهة إليها، موضحا أن مبالغ التحويلات المعمرة في شبكة واحدة تصل خلال شهر واحد إلى أكثر من 2 مليار يمني، يعني حوالي 4 ملايين دولار في شبكة واحدة من بين 22 شبكة في الشمال. وأشار إلى أن الميليشيا تقوم بأخذ كشف يومي بجميع عمليات التحويل المالي، لافتا إلى أن هناك أكثر من 250 ألف حوالة مالية معمرة تستعد الميليشيا لمصادرتها. وقال إن الميليشيا احتاجت المبالغ لتمويل أنشطتها، منبها المواطنين إلى سحب حوالاتهم سريعا وعدم تركها عرضة للنهب. موضوع الحوالات المعمرة أو الغير مستلمة لدى شبكات الصرافة وشبكات الحوالات، في قرار من البنك المركزي لشبكات الحوالات بعدم صرف أي حوالات أخرت أكثر من شهر ولم يستلمها أهلها، يعني أصحابها لم يستلموها، وإيداعها في البنك في حساب مخصص لهذه الحوالات. بمعنى أنه إذا تأخرت حوالتك أكثر من شهر وما استلمتهاش، بتروح تستلمها بيقول يعني من اي صراف، بيقول لك الصراف رقم الحواله غلط، الحواله هذه المشي موجوده ما تظهرش في النظام، يعني خلاص ما عاد تظهرش في النظام. انت تظن انك نسيت رقم الحواله او فعلا رقم الحواله غلط، اذا كان المبلغ بسيط بتركه مش روحك السيره ورجع. هذا المبالغ قد يظنها البعض بسيطه، لكن في الواقع هي مليارات وليس ملايين، مليارات، يعني قد توصل في شبكة واحدة إلى أكثر من 2 مليار ريال يمني، وأكثر من 20 مليون سعودي، وأكثر من 4 مليون دولار. هذا شبكة واحدة، فما بالكم أكثر من 22 شبكة في الشمال. جمدت الميليشيات الحوثية أكثر من 3 مليارات دولار، وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية. ووفق مصادر الغرفة التجارية والصناعية اليمنية، فقد أمرت بتحويل تلك الأموال إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، وذلك تحت مبرر محاربة ومنع الربا في التعاملات المصرفية، وهي خطوة تمهد للاستيلاء على هذه الأموال بشكل نهائي. حيث أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات منذ أيام قرارا بتجميد استثمارات البنوك التجارية في سندات الدين الحكومي وتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب. ومنذ سيطرة الميليشيات على صنعاء ونقل البنك المركزي إلى عدن، عجزت البنوك التجارية عن استرداد استثماراتها في أذون الخزانة وسندات الحكومة وشهادات الإيداع، إضافة إلى تدهور ثقة المودعين والمتعاملين مع البنوك بسبب وضع سقوف محددة للسحب من الحسابات الجارية وعدم تسييل الودائع الآجلة، وكذلك رفض قبول الودائع بالعملة الأجنبية. وهذا ما دفع معظم الشركات والتجار لحفظ النقد خارج إطار البنوك واستخدامها للمضاربة بالعقارات وغيرها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عبد الحميد المساجدي، المحلل الاقتصادي اليمني. أهلا بك أستاذ عبد الحميد إلى 9:10. مع كل هذه الإجراءات التي يتخذها الحوثيون، ماذا يمكن للناس أن يفعلوا للحفاظ على مدخراتهم؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين.
فاهمين. اصلا فيما يخص يعني ماذا على الناس ان يعملوا لحفظ مدخراتهم اذا كانت الازمه اصلا تسببت في انه معظم اليمنيين او نحو 60% من اليمنيين يبيعون مدخراتهم من اجل البقاء على قيد الحياه ومواجهه ظروف يعني العباء المعيشيه. المواطنين بشكل عام يعيشون حاله فقر مدقعه بالكاد يعني يستطيعون البقاء على قيد الحياة، ويعني مقومات المعيشة ومقومات الحياة تكون منعدمة بحسب التقارير الميدانية وبحسب التقارير الأممية. فيما يخص أموال التجار أو حتى من تبقى من التجار، جماعة الحوثي استهدفت القطاع المصرفي، وكان الهدف بالأول والأخير هو إخراج الدورة النقدية أو الكتلة النقدية أو الجزء الأكبر منها خارج البنوك وخارج القطاع المصرفي الرسمي، ولذلك أنشأت أو منحت تراخيص لأكثر من أو لنحو 1000 شركة صرافة هي التي تمارس العبث الحاصل الآن في مناطق الحوثي، سواء من خلال المضاربة بالعملة أو حتى من خلال تسهيل عمليات تمويل الإرهاب ووصول التمويلات إلى جماعة الحوثي، وإضافة إلى عملية شرعنة للأموال. حقيقة بعد يعني في ضوء أزمة السيولة النقدية التي يشهدها القطاع المصرفي في مناطق الحوثي، أراد الحوثيون أن يتخلصوا من عبء هذه المشكلة، فيعني أصدروا قرارات بتجميد الأرصدة، سواء أرصدة العملاء في ما قبل 2017، ولذلك كان من الصعوبة على العملاء السحب من أرصدتهم، ويعني أصبحت البنوك غير قادرة على مواجهة التزاماتها تجاه العملاء. وحتى أتت الضربة القاضية الآن بتجميد الحوثيين أرصدة البنوك واستثماراتها الخاصة في أدوات الدين العام وسندات الحكومية والصكوك الإسلامية، وهي بمثابة الضربة القاضية التي يعني أعتقد أنها ستدفع عدد من البنوك إلى الإفلاس أو إلى إعلان الإفلاس بعد أن كانت في حالة إفلاس غير معلنة، وهي تأتي في إطار الاستهداف الممنهج والمستمر من قبل جماعة الحوثي للقطاع المصرفي للقضاء عليه مقابل إنشاء قطاع مصرفي موازي عبر شركات صرافة تمارس العبث وتخدم جماعة الحوثي من خلال توفير التمويلات اللازمة لهذه الجماعة ومنحها تسهيلات وائتمانات لقيادة الجماعة. وإلا ما معنى أن تفتح شركات صرافة حسابات للعملاء تحت أي قانون وتحت أي مبرر يسمح لشركات صرافة بفتح حسابات للعملاء ويعني تكوين مراكز مالية بمبالغ مالية ضخمة؟ هذه تقوم يعني أصبحت شركات الصرافة في مناطق الحوثي تقوم بمقام ووظائف البنوك، وهذا أعتقد أنه يأتي في إطار الاستهداف المستمر من قبل الجماعة للقطاع المصرفي وللبنوك وللمصارف الرسمية. طيب وحتى لشركات تحويل يعني، وعلى ما يبدو بحسب ما كشفه العليمي المهندس الذي فر من عندهم بأن هناك أكثر من 250 ألف حوالة مالية تستعد الميليشيا لمصادرتها، هل يمكن عمل أي شيء؟ يعني هل يمكن الحؤول دون ذلك؟ دعني أوضح شيء في هذا الموضوع، يعني بغض النظر عن ما ذكره العليمي في ما ذهب إليه، ولكن يعني في ضوء العبث والفوضى التي أنتجتها جماعة الحوثي من خلال منح تراخيص لأكثر من أو لنحو 1000 شركة صرافة ومن بينها شبكات التحويل المالية، هنالك معلومات مؤكدة تؤكد أنه نحو ما يقارب من 180 ألف حوالة مالية يوميا تمر عبر شبكات التحويل بمعدل يوازي 20 مليار ريال يوميا. إذا افترضنا أن 10% أو حتى أقل بقليل من هذا النسبة عبارة عن حوالات معمرة وغير مدفوعة أو حتى يعني تدفع يعني في فترات لاحقة، بما يعني أن لدى الجماعة سيولة نقدية كبيرة تستطيع من خلالها تمويل أنشطتها، وعبارة عن مورد مالي إضافي. كان فيما يعني خلال الفترة الماضية وبناء على العرف عرف الفوضى التي أنتجته الجماعة الحوثية، يعني أصدر الصرافون تعميما خاصا بهم وهو غير دستوري وغير قانوني أنه إذا مضت على الحوالة يعني أكثر من شهرين فإنه يتم مصادرتها. فبالفعل تمت مصادرة مليارات الريالات من مستحقات العملاء ومن مستحقات المحولين، ولكن كان يعني في وقت كان على الحوثيين
أن يقوموا بتصحيح هذا الجانب ومراقبة عمل الشبكات ويعني إعادة حقوق وأموال العملاء يعني إليهم. قام الحوثيون بيعني عمل نظام لهذه الشبكات من أجل مصادرة هذه الأموال والاستئثار بها لنفسه. يعني استغل الحوثيون حالة الفوضى التي أنتجوها من أجل شرعنة عمليات نهب الأموال الخاصة بالحوارات المعمرة والاستئثار بها لنفسه. وهو بكل تأكيد يعني يستفيد من هذه الفوضى الموجودة والتي أنتجها بيعني مجالات متعددة ومن بينها نهب أموال العملاء والمحولين عبر هذه الشبكات. طب هل يعني نهب أموال العملاء والمحولين تقتصر على هؤلاء الذين يسكنون في مناطق سيطرتهم أم أنه تتعدى لتطال الجميع بغض النظر إذا كانوا بمناطقهم أم مناطق الشرعية؟ من المعروف أنه بناء في الوقت الذي يعني مناطق سيطرة الحوثي هنالك نحو 70% من السكان يعيشون ويقطنون وفي مناطق الحوثي ويعني يعتمدون جزء كبير يعتمد جزء كبير منهم على الحوالات، سواء الحوالات المغتربين من الخارج أو حوالات بعض من مناطق شرعية. وهنالك جزء كبير من هذه الحوالات سواء بالعملة الأجنبية واستغلت الموضوع عبر السوق الموازية، يعني حوالات عبر الواتساب وعبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا تخضع لأنظمة معروفة وتدفع حتى بدون أولويات، يعني غير خاضعة لمعايير الامتثال أو مكافحة غسل الأموال. وبالتالي فإن عملية النهب وعملية السلب تكون سهلة وغير خاضعة لأي رقابة وغير خاضعة لأي إجراءات، حتى إذا كان البنك المركزي في صنعاء وإذا كان الحوثيون هم من يرعون هذه الفوضى ويسهلونها. وبكل تأكيد هنالك جزء كبير جدا من هذه الحوالات قادمة من خارج مناطق الحوثيين وتمثل تمويلا ضخما للجماعة، يعني تستفيد منها. شكرا جزيلا لك عبد الحميد المساجدي المحلل الاقتصادي اليمني، حدثتنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك. حصل ماكارثي على الأصوات اللازمة قبل قليل لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بحصوله على تأييد 220 نائبا أمريكيا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن دان مهافي، نائب رئيس مركز الدراسات عن الرئاسة والكونغرس. أهلا بك سيد دان. إذن بعد على ما أعتقد 14 جولة من المحاولات لانتخابه، تمكن ماكارثي من انتزاع الأصوات اللازمة لتعيينه رئيسا لمجلس النواب، ما الذي حدث؟ يعني كيف نجح في النهاية باستقطاب هذه الأصوات؟ ما زال بحاجة لبضعة أصوات بعد، لم يصل إلى الغاية إلا أنه غير موقف 14 شخصا كانوا ضده، الآن انضموا إلى صفوفه والآن ربما ينتخب متحدثا باسم المجلس، إن لم يكن في هذه الليلة سيكون يوم صباح الغد. طيب ما تأثير أن يتم انتخاب ماكارثي تحديدا رئيسا أو متحدثا باسم المجلس، هو الذي عانى وهذه سابقة تاريخية في الولايات المتحدة لكي يكسب تأييد الأصوات اللازمة، إلى ما يؤشر ذلك؟ نعم، كان عليه أن يقدم بعض التنازلات، لا نعرف تفاصيلها بعد، إلا أن أحد هذه التنازلات هو أنه سيأخذ فقط عضو واحد من الكونغرس ليقوم بطرد المتحدث الرسمي باسم الكونغرس، وبالتالي سيحتاج لصوت هذا الثقة في أي اتفاق يريد أن يبرمه. وبالتالي
وبالتالي أيضا التعيينات، وربما سيكون عليه أن يحاول أن يخفض ميزانية الدفاع للسنة المقبلة، لكن هذه الأمور ليست أكيدة، إلا أنه إن مضى بها فسيكون واحدا من أضعف قيادات الكونغرس التي مرت علينا، والقوانين هذه ستجعله في موقف ضعيف. طب لماذا لم يكن هناك منافس حقيقي وقوي له بالرغم من ضعفه؟ لم يكن هناك بديل واضح، لذلك ذهبنا ووصلنا إلى هذا الفوز له رغم عدم وجود الغالبية لمكارتي، إلا أنه لم يكن هناك من لديه استعداد ليأخذ هذا المنصب، لم يكن هناك منافس، والجمهوريين لن يقدموا دعما للمرشح الديمقراطي، وبالتالي كنا في هذه المعضلة حتى الساعات الأخيرة. ما التنازلات التي التنازلات الإضافية التي يمكن أن يقدمها ماكارثي؟ سيكون علينا أن نرى تعيينات في اللجان وكيف يمكن أن يساعدوا في اللجان المجلس، وأيضا من سيكون لديه قدرة في التحقيق بأعمال الـ FBI، وأيضا الانتخابات والتحقيق في الانتخابات، سيكون هناك معتدلين من الجمهوريين، وسيكون هناك مسألة تقليص ميزانية الدفاع، وخاصة مع في ظل قضية أوكرانيا وحماية تايوان. هذه هي التنازلات الإضافية، حتى وإن حصل على منصب المتحدث علينا أن نعرف إلى متى، وإن كان هناك صوت ربما يطيح به من موقعه. شكرا جزيلا لك دان مهافي، نائب رئيس مركز الدراسات عن الرئاسة والكونغرس، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا لك. ألقت المكسيك القبض على أوفيديو خوسمان، وهو زعيم عصابة مخدرات مكسيكية وابن إمبراطور المخدرات خواكين خوسمان المعروف باسم التشابو، وقد أطلق ذلك العنان لرد فعل عنيف من جانب مسلحي العصابات، ما تسبب بإغلاق مطار مدينة كولياكان، حيث طلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم. شابه أباه، المكسيك تقبض على ابن إمبراطور المخدرات التشابو. أوفيديو غوزمان اتبع خطوات والده حتى أصبح زعيم عصابة المخدرات سينالوا. طلب أمنياً منذ اعتقال والده التشابو في 2019، وعرضت أمريكا مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات عنه، لكن تمكن أوفيديو من مراوغة السلطات المكسيكية لمدة 3 سنوات. أوفيديو محتجز الآن في العاصمة مكسيكو سيتي، لكن داعميه ما زالوا أحراراً يقومون بأعمال الشغب في مدينة كولياكان شمالي البلاد. وبهذا نأتي إلى ختام ساعتي 19، أشكر طيب متابعتكم وإلى اللقاء.